بسم الله. كان يا مكان في طرف إحدى القرى، كانت هناك مزرعة جميلة تملكها مجموعة من الحيوانات. استيقظ القط بسبوس باكرا، ولكنه صعد على إحدى الأشجار ليأخذ غفوة مجددا، فهو لا يجيد إلا النوم والأكل واللعب. بمجرد ظهور أول خيط من أشعة الشمس، يصيح الديك نبهان معلنا بداية يوم جديد ملؤوه الجد والعمل. البقرة ظريفة تذهب إلى المرعى، وفي المساء تجلب معها الحليب والمعزات. وديعة تفعل نفس الشيء. الحمار سريع يجلب الماء من النهر. الدجاجة رشيقة توفر البيض الشهي. والأرنب سنان يعتني بحقل الخضروات. أما الجرو بوبي فمكلف بحراسة المزرعة مع الديك نبهان. صياح الديك نبهان أزعج القط بسبوس ومنعه من مواصلة النوم. اقترب بسبوس من الديك وخاطبه قائلا: آه يا صديقي نبهان، ألا تخجل من نفسك؟ كل صباح توقظني بصوتك المزعج، ألم يحن الوقت لتكف عن فعل هذا؟ أراد نبهان أن يعطيه درسا، ولكنه قرر تجنب ذلك والمغادرة دون قول كلمة واحدة، لأنه يعلم بأن بسبوس لا يفعل شيئا سوى النوم طوال اليوم. رن رن رن، لقد كان هذا صوت الجرس على رقبة البقرة ظريفة. إنها تقفز فرحة تغني وهي تتجه نحو المراعي لتناول الأعشاب، وهي تفعل هذا طبعا من أجل توفير الحليب الطازج لبقية الحيوانات. كان قط بسبوس يراقبها، وما إن انحنت لتبدأ بالراعي صاح فيها قائلا: يا إلهي، مع كل هذا الوزن وما زلت تتناولين الأعشاب بشراهة؟ أعتقد بأنك يجب أن تتبعي حمية غذائية للأنقاص من وزنك يا عزيزتي ظريفة. ولكن البقرة ظريفة لم تهتم لكلامه وواصلت تناول وجبتها وهي مستمتعة بذلك. شعر بسبوس بالغضب لأنه لم يستطع إغاظة الديك والبقرة، وذلك لامتلاكهما الحكمة. وهنا قرر زيارة الأرنب سنان في حقل الخضار. يا صديقي بسبوس، ما هذه المفاجأة؟ مرحبا بك في الحقل، قال الأرنب مرحبا. ولكن بسبوس أجابه باستهزاء قائلا: في الحقيقة لم آتي لزيارتك، ولكنني رأيت أذنيك الطويلتين من بعيد فاستغربت وجئت أخبرك بأنهما طويلتان أكثر من اللازم، في حين أن ديلك قصير جدا، وهذا تناقض كبير يا مسكين. أعتقد بأن أذنيك قد أخذتا حصته من الطول. ثم غادر وترك الأرنب حزينا يتأمل أذنيه الطويلتين تارة وديله القصير تارة أخرى. نهارك سعيد يا بسبوس، أليس يوما جميلا؟ إنه مناسب للقيام بجولة، ما رأيك أن تنضم إلي يا صديقي؟ قالت بطبوطة. قاطعها بسبوس بوقاحة: أنت آخر من له الحق في التحدث عن المشي يا بطبوطة، رؤيتك وأنت تتمايلين يمينا ويسارا وكأن إحدى ساقيك مكسورة تجعلني أعتذر عن مرافقتك، كما أنك بطيئة جدا وأنا لا أمتلك من الوقت الكثير. ثم غادر وتركها تستشيط غضبا. مر بسبوس من الجهة الأخرى للمرعى، فوجد هناك المعزات وديعة، وسخر من لحيتها ومن صوتها المبحوح مع أنها كانت طيبة معه على الدوام. ثم مر كذلك على الحمار سريع وأخذ وقته في السخرية منه. اجتمعت حيوانات المزرعة وحكى كل واحد عن معاناته مع القط بسبوس، وأخيرا اتفق الجميع على تلقينه درسا قاسيا، وذلك بتجنب الكلام معه حتى يعترف بخطئه ويعتذر من الجميع. مر بسبوس بالجرو بوبي، ولكن ليس للاستهزاء به وإظهار عيوبه، وإنما ليجلس معه فهو صديقه الحميم. ولكن بوبي قال له: أنا لا أريد التحدث معك يا بسبوس، صحيح أنك لم تهزأ بي، ولكنك ستفعل ذلك عاجلا أم آجلا. شعر بسبوس بالوحدة فتمدد على الأعشاب ليأخذ غفوة كعادته، ولكنه لم يستطع من كثرة التفكير. قرر بسبوس أن يقوم بجولة ويستمتع بيومه لينسى تجاهل الجميع له. كان يمشي يغني يقفز ويرقص سعيدا،
ودون أن يشعر توغل في الغابة عميقا. كان الذئب شرشور يراقبه من خلف الأشجار، وفجأة ظهر أمامه قائلا: انظروا ماذا لدينا هنا، يا لها من مفاجأة سارة، قط سمين وجميل من المزرعة. مر زمن طويل لم ألتقي فيه بحيوان من المزرعة. كان الذئب شرشور جائعا وقد وجد أخيرا وجبة دسمة للعشاء. ما رأيك أن نكون أصدقاء؟ أنا أدعوك لمنزلي، فهو ليس بعيدا من هنا، وسأعرفك على أصدقائي حيوانات الغابة، قال الذئب بمكر. عرف بسبوس نوايا الذئب، ولم يكن أمامه سوى الركض هاربا وهو يصرخ: النجدة، النجدة، لعل أحدا يسرع لنجدتي. بفضل أذنيه الطويلتين سمع الأرنب سنان استنجاد القط، وبفضل قوة حاسة الشم لديه تتبع الكلب بوبي رائحته ولحقته باقي الحيوانات. الحمار سريع كان أول الواصلين، حيث قام برفس الذئب برجليه الخلفيتين ركضة قوية طيرته عاليا. ثم وصل الجرو بوبي وعضه عضة مؤلمة من ديله. ولما ينجو الذئب شرشور من مخالب الديك نبهان ومنقاره الخادين، ثم وبجسمها الضخم ونطحة من قرنيها القويتين جعلته البقرة ظريفة، يدور في الهواء وبعدها يسقط أرضا وهو يتلوى من الألم. وقد وعدهم بعدم الاقتراب من حيوانات المزرعة مجددا. ندم بسبوس ندما شديدا واعتذر من الحيوانات، ووعدهم هو الآخر بأن لا يسخر من أحد بعد ذلك اليوم. وقررت حيوانات المزرعة أن تجد له عملا مناسبا في المزرعة بدل النوم واللعب أو البحث عن عيوب الآخرين طوال الوقت. السخرية من الآخرين يا أطفالي سلوك سيء يجعل من صاحبه منبوذا من الآخرين، فلا أحد كامل الصفات إلا الله سبحانه وتعالى.